صباح الخير عليكم عشاق طائر الحسون، مباشرة من القريعات الأخ المولوع الكبير كما كتشاهدوا معنا هو طائر الحسون، اللهم بارك وزيد في ذلك. اللي بغى شي لعيبه الخوط راه مرحبا به، راه طويرات زوينين تبارك الله، نتوما كما كتشوف طويرات ناشطين في القفز يطيروا شي ياكلوا الحمد لله، جمال ما شاء الله يا رب. مرقد الخوت ديال والماس راه غني على التعريف، معروف في المغرب كامل، الطويرات ديالو تبارك الله راه فورمه وجمال وكلشي. الاخر قال لكم راه جدوره زوينين، عشاق طائر الحسون او المقنين او كما كنسميوه حنايا بالدارجه سطيله. هاتشوما الخير تبارك الله. هاد الاخ ديالنا هنايا اللي بغى شي لعيبه يحط ليا كومونتير لتحت، راه نجي عند الاخ اللي بغى النمره راه ناخذ ليه النمره، واللي بغى البلاصه راه نعت ليه البلاصه، راه سوق العيون باين راه معروف، هو ما كاينش في السوق الداخل على برا تبارك الله. الخير ما شاء الله. $170 للبياسة، ولكن راه شي حاجة مليحة، خلوني من هذوك الطيور ديال 1000 ريال 60 درهم، هذو راه شي حاجة كاليشي بيع ومقال وذكورة، ما كاينش غادي يذكر، راه كاين الخوت اللي كتاخذو من عندو $70 $80، ولكن راك غادي بنشو، هادو راه باينين راه راشمين وكلشي، راه تقريبا راه قربو يفينيو البدالة ياك خويا تقريبا، صافي خارجين من البدالة، هادو راه خارجين من البدالة الخوت، القفيز وشوية الدو الشميشة، شهرين يبان لك الطير خر ما شاء الله. وكنشكروا خونا اللي خلانا درنا الفيديو، تحيه ليه وتحيه لكاع الباعه اللي كيخلونا نديروا فيديو، كنقولوا لهم الله يسهل عليكم، تحيه ليكم، تحيه للباعه ديال القريعه كاملين الغايب والحاضر.